وده النور ولا كده تمام؟ نور كويس فكركم ان احنا دلوقتي اتكلمنا على الثايرويد، اتكلمنا على الباراثايرويد، وقلنا اتكلمنا على الجزء الخاص بالاندوكراين اللي هو طبعا فيه الثايرويد وفيه الباراثايرويد، كان ناقص فيه سوبرا رينال. قلت السوبرا رينال احنا اللي هيهمنا فيها هي الفيوكروموسايتوما اللي بتطلع من الرينال مضله. السوبرا رينال كورتكس معظمها ميديكال، يعني أزيد من 90% من العلاج بتاعها بيبقى ميديكال، عشان كده بنعتمد على الإخوة في قسم البطنة، هم عندكم أعتقد السنة دي في الكورس هيبقى فيه أوكرانيا. نكمل بالهرنيا، لأن الهرنيا دي واحدة طبعاً من الحاجات الكومن اللي بنشوفها في الجراحة العامة، وبالذات أنا هتكلم عليها هي الهرنيا طبعاً لأن بنسميها الفنترال هيرنيس أو الهيرنيس اللي بتيجي في الأنتيريور أبدومينال وول. أحب الأول قبل ما نتكلم على السبيسيفيك هيرنيس ناخد فكرة عامة على الهيرنيس إن جنرال. إيه هي الهيرنيس وإيه مكوناتها وإيه الكومبليكيشنز وإيه اللاين أوف تريتمنت أو البرنسبلز أوف تريتمنت أوف طبعا الهرنيا زي ما بنقول لكم عارفين عباره عن ايه؟ عباره عن protrusion of the viscus or part of the viscus through a defect within a sac. ده الديفينيشن الكلاسيك او التراديشنال او الانترناشونال. في بعض الطلبه ساعات بسالهم ايه هو الديفينيشن اوف الهرنيا؟ بسمع كلام غريب، لو سمحتوا ما نتسال على ديفينيشن اوف هيرنيا ما نخرجش عن النقاط اللي انا بقولها. يعني فور اكزامبل انا بسمع حاجه كده اسمها بروتروجن اوف فيسكس فروم كافيتي تو كافيتي، يعني الحقيقه ترم ملوش اي معنى وملوش اي سبيسيفيك داتا، يعني تدينوت هذا الكلام ده. طيب ايه بقى اللي بيخلي ان هذا الكلام يحصل؟ اولا لازم يبقى عندي ديفكت اساس الهرنيا ان there is a defect. هذا الديفكت ممكن يبقى في معظم الحالات at anatomical site، عشان كده بياخد اسم الريجن اللي بيطلع منه. فور اكزامبل لو تطلع من الكوينر ريجن بنقول عليها الكوينر هرنيا، لو تطلع من الفيمور ريجن بنقول عليها فيمور هرنيا، وهلوم مكان. ثرو اي ويك اناتوميكال ديفكت اللي ربنا مخلوق فينا كلنا في الاناتوم. هذا الديفكت زي ما بقول موجود اناتوميكال. في بعض الحاجات اللي بتساعد حدوثه، ايه اللي بيساعد حدوثه؟ في حاجات كونجنتال اعتقد انتوا سمعتوا عنها في النص الاولاني من الترم اللي هي الانكوبريتريتد بروسيسز اوزيناليس، او في حاجات ترانسبوزنج فاكتور بتبقى موجوده في هذا المريض بتساعد على حدوث هذه الهرم. اولهم هي اي سبب يؤدي الى ريزد انترا ابدومينال بريشر. عندي البريشر في بطني بريشر معتاد سيرتن ليفل، لما هذا البريشر هيبتدي يزيد هيبتدي البوتنس اللي جوه تحاول تشوف مكان تهرب منه من البريشر العالي ده، فبتدور على الويكست بوينت في الانتيريور ابدومينال وول عشان تبتدي تظهر منها. اللي بيساعد الكلام ده ايه؟ واحد اوبيسيتي. الاوبيسيتي العيب اللي فيها ان بيبقى there is the position of fatty tissue in between muscle fibers، ما
لما الفات هيخش بتوين المصل فايبرز بيعمل لها ويكنس يخلي الكونتراكشن بتاعها مش محكم، فبالتالي بيؤدي الى ويك في المصل. الاسباب اللي بتؤدي الى انكريز انتراكتور البشر طبعا اي واحد في حاجات باثولوجيكال زي العيانين اللي هم عندهم كرونيك كاف، زي العيانين اللي هم عندهم اللوز والبروستيت، البروستيت لما بتزيد بتكبر في الحد الاولد ميل ده لما بيجي يدخل يعمل يورينيشن بيبقى بيحتاج ان هو يعمل اكسسيف بريشر في صوره انكريز ابدومينال بريشر عشان يوفر كم الاوبستراكشن اللي موجود. نمره ثلاثه العيانين اللي هم عندهم كرونيك كونستيبيشن، طبعا مع الكرونيك كونستيبيشن بيبقى في ستريننج اكتر بيساعد على انكريز انترا ابدومينال بريشر. حاجه ثانيه بتزود الانترا ابدومينال بريشر هو ودي فيسيولوجيكال طبعا هي البريجنسي، وبالذات الريبيتنج بريجنسي انها على طول البطن بتتمط وترجع تتمط فبيعمل ويكنس في الابدومينال والمسلس. في حاجه ثالثه بقى اللي هي باثولوجيكال جايه من الجراحه، العيان عمل عمليه وات ذا سايت اوف اوبريشن يعني في سبب ما هنتكلم عليه بعدين يؤدي الى حدوث ويك سكار. هذا الويك سكار يعتبر ديفكت، يعتبر ويك اريا ممكن خلالها الدومينانت كونتنتس تبتدي تطلع ثرو ذيس ديفكت. يبقى الديفينيشن ات از بروتروجن اوف فيسكس اور بارت اوف فيسكس within a sac or a this sac to a creator through a defect. وزي ما قلت لكم ان انواعها او الايديولوجي بتاعها ممكن تبقى حاجات كونجينيتال، الاوبريتريت بروسيس اوف دايناليس، حاجات اكوايرد اللي هي بنقول عليها بريسبوزنج فاكتورز تساعد على حدوث هذه الهرنة. الهرنة بتاعتنا بتبقى متكونة من ثلاث حاجات مهمين. احنا واحنا بنتكلم عن الهرنة كده هتلاقي دايما فيها حاجات كتيرة بنستخدم فيها رقم ثلاثة. أول حاجة يبقى عندي ساك. نمرة اثنين جوه الساك دي بيبقى فيه كونتنتس. الكونتنتس دي عادة في الأبدومينال أو الفنترال هرنيا بتبقى يا إما انتستن يا إما مومنتم يا إما أورجنز. الاورجانز ممكن تبقى زي الليفر والسبلين طبعا لو ربنا يقول هرنيا، لكن الاورجان الوحيد اللي مش ممكن يطلع في هرنيا هو البنكرياس، لان البنكرياس زي ما انتم عارفين از ريترو بيرتونيال ستراكش بره بيرتونيال كافيتي. ثالث حاجه ان اي هرنيا ده يفتح لك كجراحين عشان لما نيجي نعمل عمليه نبقى عارفين ايه اللايرز اللي احنا بنقعد نفتح فيها لغايه لما نوصل الى الساق بتاعتنا وبعدين نبتدي نتعامل معاها. زي ما انا قلت ان الكونتنس بتاعتنا از فيسكس بارت اوف فيسكس او اوبنتم. في بعض الاشكال المعينه من الكونتنس وبالتالي ادوها بعض الاسامي عشان بدل ما اقعد اقول ان الهرنة دي فيها كذا وكذا اذكر اسم الهرنة اعرف بالتالي ايه الكونتنت اللي موجوده جوه. اول واحده فيهم هي ريختر هرنة. وات از ريختر هرنة؟ ريختر هرنة دي هرنة فيها فيسكس لكن ما هواش انتاير اللي جوه الساك، بارت اوف ذا وول بس هو اللي بيبقى موجود. النوع الثاني اللي الليترز هرنيا دي هرنيا بيبقى جواها ودي طبعا انا مش فاهم الحاجات انا مش فاكس كتير. الليترز هرنيا الكونتنت اللي موجوده جوه از ميكنز دايفرتيكول. سمعت عن ميكنز طبعا؟ سمعت ولا ما سمعتوش؟ طيب يعني خليكوا صاحيين معايا كده عشان اعرف لان انتوا في حاجات كتيره ما سمعتوش.
نمره 3 مايلز هيرن. دي هيرن اللي بتاخد فيها تيوبس والانتستن والانترميديت بوكس بتاعتهم هي دورها كونستريكتد. ودي طبعا لما تحصل الانترميديت لوب اللي في النص ده بيحصل له مال جرين لان انتربشن اوف بلاد سبلاي. اخر واحده اللي هي انيام هيرنيا دي هيرنيا الكونتنت اللي جواها از ابندكس. مش سامع النطق بتاعهم النطق ريختر سيرمن ليتر سيرمن مايكل سيرمن واميانت سيرمن. الجبرين زي ما قلت انا هتكلم عليهم لما بنتكلم على كل هيرمن سبيسيفيك لان ده اللي بيساعدني او بيديني ابقى عارف انا ايه الليرز اللي انا بدستكت عشان اوصل بروبرلي للستات بتاعتي. زي ما قلت ان اكوردنج تو ده اناتوميكال سايت الهرنيا بتاخد الاسم بتاعها. فلما بتطلع من الكوينر ريجن بنسميها الكوينر هرنيا، لما بتطلع من الترياسيك هرنيا بنسميها الترياسيك هرنيا، وهلم جرى الميديكال هرنيا. في بس نوعين هنا احب ان انا اذكره سبيجيليا هيرنيا. سبيجيليا هيرنيا دي هيرنيا فيري رير بتطلع يوجوالي لاترال تو ذا ريكتس شيس ماسل. التشخيص بتاعها طبعا محتاج اكسبيرينس ان في ارك وكلاينت في الحته دي بيبقى ويك شويه ممكن تطلع منه هيرنيا. نمره اثنين دايفريكيشن اوف ريكتاي. دايفريكيشن اوف ريكتاي از نوت ترو هيرنيا. معناها ايه دايفريكيشن اوف ريكتاي؟ احنا عندنا الاثنين ريكتس ماسلز واحده يمين واحده شمال المفروض هما لازقين في بعض من الزيف ستيرن داون تو ذا سيمسس بيوريس. ومع الاسباب اللي هي فيها زياده الحاجات اللي بتعمل زياده في الانتيريور دوفر الرول او الاوبيزيتي بتعمل ويكنس في المصل يبتدي يحصل سيبريشن ما بين الاثنين ريكتاي فيؤدي الى ويك اريا في المنطقه ما بين الامبيليكس اب تو ذا ديستيرنال. فيوجوالي ما فيهاش ساك عشان كده ما فيهاش المواصفات الكامله بتاعه الهرني. بس بنحب نعرفها لسبب، نحب نعرف وجودها موجوده ولا لا، لان لو عيان بتاعي عنده امريكان هيرنيا او كجاستيك هيرنيا او بارا امريكان هيرنيا وعنده دايفريكيشن اوف ريكتاي ما ينفعش ان انا اصلح الهيرنيا لوحدها واسيب الدايفريكيشن، لان ده معناها زي ما بقى عند حضرتك كده حته قماشه مخترقه، فلما تيجي حته فيها تتاكل هتيجي تعمل لها ريبير هتلاقي الحته اللي فيها ضرر لانها بقت مور ويك. فبالتالي لو البيشنت هتبريزنت الواحده من الهرنياز دي وين دايفريكيشن اوف ريكتاي اي هاف تو ريبير بوث. الريبير بتاع الدايفريكيشن لو هي كبيره بنحط لها شبكه، لو هي صغيره ممكن نعمل ابروكسيميشن للتو ايدجز وناخد الاثنين ريكتاي بسوتشز كده بحيث ان احنا نقربهم من بعض. هرنيا ما هياش كومن بتيجي في الباك هنا بنقول عليها لمبر هرنيا. في طبعا سوبيريور لمبر ترانجل وانفيريور لمبر ترانجل مش عايز اخش طبعا في التفاصيل. لما يجي لي عيان وانا حاسس او شاكك ان هو هرنيا، في بعض ده الكلام ده وانا باخد هيستوري من العيان وانا بعمل اكزامينيشن، في بعض الحاجات المهمه اللي لازم اعرفها من العيان وانا باخد منه هيستوري وباخد اعمل له اكزامينيشن. اكزامينيشن
وهيستوري عشان اعرف دي هيبدا طبعا ولا لا، ده الاساس يعني. نمره 2 مهم جدا في عيان الهرنه ان انا اعرف ان هو عنده سوليتري هرنه ولا مور فان وان هرنه، لان ما دام في سبب انكريز انتراكمال بريشر ممكن يؤدي الى حدوث مور فان وان هرنيا في وان لوكيشن. نمره 3 يهمني اعرف ده فور ساينتفك الحقيقه ريزونز اكتر، ان الكونتنتس بتاعتنا از انتستن ولا مومنتم، ودي في الكلينيكال المفروض ان احنا هنعرفها. يهمني اعرف البري ديسبوزنج فاكتور اللي ادى الى حدوث الهرنيا، عشان لو العيان عنده بري ديسبوزنج فاكتور اللي هو سبب بيؤدي الى حدوث زياده او انكريز الانترا ابدومينال بريشر، احاول ان انا اعالج هذا السبب قبل ما اصلح الهرنيا عشان اقلل الانسبنس اوف ريكارنس. يعني عيان عنده هرنيا جوين هرنيا وعنده بروستات وعنده يورينري تراكت، عنده ديفيكالت في اليورينيشن وعنده ريتنشن، ما ينفعش ان انا اصلح هرنيا واسيب البرايمري كوز. طيب لازم ابقى اورينتد العيان بتاعي البري ديسبوزال فاكتور اللي موجود عنده. طيب نمره 1 ديست هرنيا ولا لا؟ يبقى معناها ان الهرنيا ليها مواصفات. ايه هي المواصفات؟ اول حاجه افكر فيها اناتوميكال سايت. هل this is an anatomical site for hernia ولا لا؟ ده نمره 1. نمره 2 مواصفاتها هي نفسها، هل هي reducible ولا لا؟ بمعنى ان العيان بيقف تلاقيها كبرت، العيان ينام على ظهره او يريلاكس يحصل لها ريدكشن. نمرة 3 يبقى فيها اكسبانسايل امبلس اون كلاف، يعني تلاقي في سويمنج العين نايم كده وهو بيكح هتلاقي في بلش ظهر مع الكاف. طبعا كومبليكيتد ولا لا؟ ده هنعرفه واحنا بنتكلم دلوقتي، لان طبعا كومبليكيتد هرنيا بتعوز رابيد انترفنشن عن السمبل هرنيا. انا دلوقتي بكستيلو بتكلم على السمبل هرنيا، ايه العلاج بتاعها؟ العلاج بتاعها 100%. انا بتكلم عن الاوبر صح؟ عشان زي ما خدت الترم اللي فات في الامبوليكال هرنيا في الاطفال بنستنى عليها سنتين او ثلاثه تختفي. انا بتكلم على الكبار دلوقتي. الكبار العلاج الوحيد از سيرجري. في بعض ساعات في بعض الناس الكبيره او العجوزه اللي ما تستحملش السيرجري اللي عندها مشاكل طبيه كثيره، بس ده مش محافظ يعني ما حدش بينصح بيه. بنركب له حاجه اسمها ترس اللي هو بيسموه حزام، زي تلاقي عيان عنده جوانا الهرنيا ينصحوه بحزام. حزام بيبقى عباره عن حزام على الوسط يبقى فيه زي كوش كده على الجوانا ريجن، بحيث العين ينام يريديوس الهرنيا بعد كده يبقى رابط الحزام عشان الهرنيا بتاعته ما تظهرش. ده مش ريكومندد تماما. ليه مش ريكومندد؟ لانه بيؤدي نمره 1 الى increased incidence of complications، اللي هي 1 inflammation، 2 obstruction، 3 strangulation. فيبقى خلي في بال حضرتك ان المين ستي او المين لاين اوف تريتمنت اوفر هرنيا از سيرجري. السيرجري بيعمل فيها 3 حاجات، انا بتكلم على برنسبلز مش عايز حضرتك تفاصيل طبعا. 3 حاجات هي اكسجن اوف ذا ساك، ريدكشن اوف ذا كونتنتس. طبعا ريدكشن اوف ذا كونتنتس انا بتكلم عن سيرجري هرنيا كونسيدرنج انها فايرال، فانا بتكلم ستيل على السيمبل هرنيا. 3 كلوجر اوف ديفكت اند سترينثنينج اوف ذا انتيريور ابدومينال وول.
تاني العلاج الاساسي من غير ما يجيز السيرجري بتاعت المين ستي اوف تريتمنت ثلاث حاجات سيجر ديفكت ريدكشن اوف كونتنتس كلوزر اوف ديفكت اند ستريتنينج اوف بروسيجر. عايز اقول هنا بس في السترينثنج بتاع البوستيريور في الهرنيا الكبير عندنا ثلاثه برضه اكسبريشنز في حاجه ان انت تبقى عارفها. نمره واحد هيرنيوتومي وهيرنيوغرافي وهيرنيوبلاستي. ايه الفرق بين الثلاث اسماء دول؟ نمره واحد هيرنيوغرافي يعني انا بشيل الساق بس، وده بنعمله يوجوال في مين؟ في الاطفال بس، لما يعني الطفل يجي كونجنتال او انفانتايل هرنيا مش محتاجين اكتر من ان احنا نعمل انسجر والمساك والقضيه التانيه. طيب الهرنيوغرافي يعني ايه؟ كلمه رافي دي يعني زي ما حضرتك سمعت تعرفوا ان في حاجه اسمها رفه، مش كده؟ لما حضرتك عندك بنطلون او قميص او فستان او حاجه تنتش كده بتوديه للرفه يعمل له رفه. ده نفس الكلام، ان انا بستخدم كومبوننتس موجوده لوكالي عندي في المكان اللي فيه الهرنيا بستخدمها في الرجلين. دي اكتر اكزامبل ليها مستخدم اكتر في الانفايرمنت ديفلوبمنت، ان انا بجيب مثلا الكونجوينت تندون اربطه او اخيطه في الانفايرمنت ديفلوبمنت بحيث ان انا اوبليتريت البوستيريور وول بتاع الكور خالص. طيب هو الهرنيو بلاستي، هرنيو بلاستي يعني معناها ان انا بجيب ماتيريال او تيشو مش ريليتد للمكان ده خالص واخيطها فيه بحيث انها تبقى لاير ثانيه تعمل ستريتنينج اوف ذا وول. ممكن في حاجات ناتشرال لكن اللي احنا بنستخدمه كلنا و100% من الريبير بتاعنا حاجات سينثيتيك. اللي احنا بنستخدمه ممكن تشيل من البودي، ان انا باخد يا اما جزء من الفاشيا داتا بفتح فتحه هنا واخد جزء من الفاشيا داتا واحطها از ريبير، أو زي ما قلت لكم اللي احنا بنستخدمه كلنا المش ريبير اللي احنا بنجيب شبكة تبقى برولين بحطها وأخيطها في الديس اريا ليتر اون بتبقى بيتكون عليها فايبر سبيشو وتبتدي تعمل لي سترينثنينج اوف ذا اريا. أنا ستيل بتكلم على الجنرال كريتيريا اوف هيرن. ايه الكومبليكيشنز بتاعت الهرنيا؟ نمره واحد الريديوسابيلتي، يعني الهرنيا طلعت ما بترجعش. مفيش مينلي فيها ماركت مانيفستيشنز. نمره اثنين اوبستراكشن او معناها انكسريتد هرنيا. دي معناها ان الكونتنتس يوجوالي از فيسكس وان هذا الفيسكس ابتدى يوبستراكت. ومعنى ان هذا الفيسكس ابتدى يبقى ابستراكت يبقى معناه العيان هيبريزنت ويز بيكتشر اوف انتستاينال ابستراكشن، يعني هيبقى في لوكال سيمبتومز انها تبقى انريديوسبل بينفول، وفي نفس الوقت هيبقى في مانيفستيشن اوف انتستاينال ابستراكشن اللي هم الاربعه كاردينال مانيفستيشنز اللي هم ايه؟ فوميتنج absolute constipation, abdominal distension, vomiting, distension, pain, تمام. strangulation دي مرحلة تطورت أكتر. إيه اللي حصل فيها؟ هنا ابتدى يحصل interruption of blood supply. دي برضه هنتكلم عليها دلوقتي بس تبقى عارفين ان هنا الموضوع بقى فيه ارجنس والموضوع ابتدى يبقى فيه سيستميك مانيفستيشنز، يبقى العيان ده عنده لوكال مانيفستيشنز برضه بس هنتكلم عليها لانها مختلفه عن العيان الابستراكتد،
وسيستميك مانيفستيشنز نتيجه التوكسين يعني اللي هي فيفر، تاكيكارديا، ماليز، فلاشينج، اب تو توكسيك فيشز. انفلاميشن ما زي ما قلت لكم انها ما هياش كومن قوي ما بنشوفهاش كتير غير لو واحد عيان بيستخدم التراست. نمرة اتنين، لو الكونتنت اوف هيرنيا از انفليمد زي ايه؟ زي الهيرنيا اللي فيها ابندكس، ممكن يبقى العيان انفليمد هيرنيا نتيجة وجود ابندكسيتس او الابندكس جوه الساق. رابشر ده نتيجة رف مانيبيليشن، لان ساعات بيبقى العيان جاي بريسر كرنيال مع رف مانيبيليشنز بنحاول ندخلها له بالعافيه تقوم الانتستن مفرقعه او يحصل لها رابشر. دي زي ما قلت لكم اول حاجه irreducibility and failure of the hernia to return back، يعني العيان ده الهرنيا بتاعته هينقصها بعض المواصفات اللي هي اكسبانسايل انبرس والكف والريديوسابيلتي، لكن يوجوالي ما بيبقاش فيه مانيفستيشنز، يعني بيبقى فيه بس المانيفستيشن اللي ابتدى يحصل تشينج اوف باترن، الهرنيا كانت بتطلع وتدخل وفيها اكسبانسايل انبرس، مره واحده العيان حس انها ولا بتطلع ولا بتدخل وبقت مظهره عنده كده في المنطقة اللي فيها الهرنيا. Obstruction زي ما قلت انها يبقى معاها locally برضو irreducibility، يبقى معاها local pain، لكن usually تبقى soft شوية ما تبقاش tense، ويبقى معاها picture of intestinal obstruction. الاستراجيليشن ابتدى يحصل فيها بقى كربشن من الباور سبلاي، وده بنشوفه كتير في انهي انواع هرنيا. اكتر هرنيا بنشوف فيها هذا الاستراجيليشن هي الفيمورال نتيجه ان الديفكت صغير والايدجز بتاعته فيري شارب، ده بيساعد ان الهرنيا بتاعته يحصل لها استراجيليشن. تليها في الانسيدنس بارا امريكا الهرنيا، احنا برضه يوجوالي الديفكت بيبقى صغير. دايما يا جماعه ان الهرنيا بتاعتك لما تبقى اوبستراكتد او تبقى استراجليتد، الاوبستراكتنج سايت هو مكان الديفكت، عشان كده كل هرنيا لازم نبقى عارفين الديفكت بتاعها فين عشان نصلحه في العملية، سواء العين عنده سيمبل هيرنيا أو كومبليكيتد. الباثولوجي اللي بيحصل برضه عشان تبقى اورينتد دي شوية، إن مجرد ما حصل آدي الأوبستريكت الجلد بتاعتي اللي الديسك مش عارفة تدخل، ابتدى يحصل إديما في الور ديس بارت انتستر، زائد اوبستراكشن في الفينس ريتيرن مع الليمفاتيك طبعا، هيبتدي يحصل مور اديما، هتبقى مور ديفكت انها طبعا ترجع. هيبتدي بعد ما يحصل الاديما اللي زادت نتيجه الفينس اوبستراكشن والليمفاتيك، هيبقى في كارت اوف ارتيريال بلاد سبلاي. لما يحصل كارت اوف ارتيريال بلاد سبلاي هتبتدي الفيابيليتي اوف ذا وود تتاثر، هيلوز القدره على الاكتف ابزوربشن وسكريشن، فهتبتدي تلاقي ان هذا اللوكو سيستم ابتدى ينشع فلويد اللي هو جوه الليوم، ده احنا بنقول عليه توكسيك فلويد، عباره عن سيرم جوه بكتيريا، فبيبقى من هنا جه الاسم بتاعه اللي لو لسه في ساك بره هنا هتلاقيها فيل ويز توكسيك فلويد. بعد كده مرحلة تانية الأخيرة اللي ممكن يحصل بيرفوريشن، وانس حصل بيرفوريشن طبعا هيحصل ديكمبريشن مش كده؟
فهيبتدي اللوب ده يتسحب ويدخل جوه البطن يؤدي الى حدوث بيريتونايتس. مالك انت يعني كل كلمه بتقدمها مضايقاك؟ انا مضايقك في حاجه؟ كل كلمه مستغربه مني، قول لي بس ايه اللي مضايقك؟ ومأكد. انا بقول الكلمه دي ايه؟ لان هو لو اللوب ده كان كريستيانا واتخرب ولسه هو الساك، هل في مشكله حصلت في انترا ابدومينال؟ يبقى العيان عنده بيرتوناكس ولا ما عندوش؟ لكن هي المشكله لما بيحصل بيرفوريشن في الاير اللي جوه اللي كان مزنوق طلع، هيطلع فين؟ في الساك، وهيبتدي يحصل كولابس في اليومر، فهيبتدي الكونتنتس اللي كانت جوه دي تتزفلط وتتزحلق وتدخل جوه البطن. وانس انها دخلت جوه البطن هيحصل ليكج من هذا القرب ويبتدي العين يبريزنت ويف بريفرنس. ده بيفرق معانا في ايه؟ بيفرق معانا في حاجتين، في الكلينيكال بيكتشر وفي المانجمنت. الكلينيكال بيكتشر ان هتلاقي الهرنيا بقى تنس، هتلاقيها فيري بينفول اند تندر، هتلاقي ممكن لون الهرنيا او لون السكين كفرنج فوق الهرنيا ابتدى يبقى داسكي شويه. ليه ابتدى يبقى داسكي؟ نتيجه التوكسيك فلويد اللي متحوش جوه الساك. تمام؟ يبقى دي لوكال مانيفستيشن. سيستميكالي زي ما قلت لك هيبقى عنده فيفر، تاكيكارديا، تاكيبنيا، توكسيك فيزز، العين ممكن يبقى شوط نتيجه التوكسينيا اللي هي حصلت. نعم. البين ايه؟ البين لوكال يقل، لكن هيقلب بقى البيرتونايتس. في العلاج بيفرق في حاجتين، ان احنا لما بنيجي عاده نعمل هرنيا سيمبل ونيجي نفتح الساك عشان نراجع الكونتنس بنفتحها عند النك وقت الساك. دي سيمبل هرنيا. الاسترانجليتد هرنيا بفتح الساك فين؟ عند الفانتس. ليه؟ عشان اشفط الاول التوكسيك فلويد اللي موجود ما ينزلش جوه بطن العيان، وبعد كده اشوف الكونتنس بتاعتي فايبل ولا نان فايبل، وبعد كده اقصص الكونستريكتد رينج ومرجع الكونتنس لو هي طيب. تالت حاجة بتفرق معايا في المانجمنت ان العيانين اللي هم عندهم سيربيليتد هيرنيا مش محبذ ان انا اعمل له ريبير في اكسوجينس ماتيريال، لان المنطقة بوتنشالي انفكتد، ولو حطيت فيها مش طبعا بتتقاد للانفكشن، فيوجوالي هتلاقي العيان ده بعد 3-4 ايام الهرنيا المش بتاعته دي هتلاقيها انفكتد. يبقى دي بعض الفروقات في السيرجيكال مانجمنت ما بين السيمبل هرنيا اند السترانجليتد هرنيا. ده يعني كده للعلم الشيء ازاي الفرق ما بين فايرال انتستن ولا نان فايرال انتستن. الفايرال انتستن هتلاقيها فيها لاستر بتلمع، لكن اللي هي نان فايرال هتلاقيها لاستر بس، يعني ما فيهاش اللمعه اللي على البريتون. الكلر بتاع الفايرال بيبقى بينك، النان فايرال هتلاقيها تبقى من اللون الازرق ودرجاته الاغلى اب تو بلاك كلر. بص لما تفرد الانتستن هتلاقي ممكن الفيسلز بالسيتنج، لكن هتلاقي في العيان السنجريتد هتلاقيها فلوس. هتلاقي لو جرحناها جرح بسيط كده هتلاقيها بتبليد. النان فايرال داز نوت بليد. اخر حاجه ان احنا بنعمل لها بنشنج او ستيميليشن كده، اذا فيها بروباجيشن اوف ويلز يعني مصر كونتراكشن يبقى دي فايرال. لو عملنا الحركه دي وهي داز نوت كونتراكت يبقى ذيس is not viable in this.
بنعمل ريبير، بنعمل ريبير في ساعتها، بنستخدم التيشرز اللي موجوده في المنطقه از ريبير ماتيريال. المدان العين ده بيبقى توكسيك وبتبن، يعني بتوع البن بيفضلوا ان وقت العمليه كل ما تصغروا ده احسن. بس عندك حاجه ممكن هنا غرزتين ثلاثه مش دقيقتين بس، لكن لسه هتتعقد وتفتح هنا تقطع حته وتاخدها وتاخد فيها كوره سلوك، يعني تاخد وقت زياده. الاجوان اللي انا بتكلم عليهم بقى سبيسيفيكال، انا بتكلم عن الاجوان الهرية، لان احنا عندنا هنا الاجوان ريجن اللي هو فيه الاجوان الكنال اللي هو ايه الكونتنس بتاعت الاجوان الكنال. الرجاله غير الستات طبعا، الميلز بيبقى ايه الكونتنس؟ سيرماتيك كورد، اليوكاين نيرف، جينيتال برانش، جينيتال فيمينال. الفيميلز الاثنين نيرفز موجودين، بس الكورد از ريبليسد باي راوند ليج. تمام؟ فاحنا محتاجين شويه كده يعني عشان نفهم المنطقه دي اتكونت ازاي، وازاي المنطقه دي ايز ويك، وايه المشاكل الكونجنتال اللي ممكن تحصل فيها، محتاجين نعرف جزء شويه البيولوجي واناتومي اوف ذيس. الانتيريور ابدومينال وول مكونه من ايه يا تاني؟ ايه المصرف اللي فيها؟ ثلاثة، الانترنال اوبليك، الانترنال اوبليك، ترانسفيرسس ابدومينس. الانترنال اوبليك بتبقى في الابر بارت فليشي، وعند لاين هنا من الامبيليكس للانتريو سبيريال سباين تبتدي تتحول الى ابوليوس. فيبقى فوق لا لحمه كده حلوه فريشي، وتحت يبقى اتوميروز، وهذا الاتوميروز يكمل لغايه الانجوينال ريجن ويلف ويعمل لي الانجوينال ليجمنت. تحتيها الانترنال اوبليك، وتحتيها الترانزفيرسس ابدومينس، دول فليشي مصر فايبرز، لكن ما بيكملوش تحت لغايه الانجوينال ريجن، بيخلصوا قبليه شويه، والجزء الاسفل بتاعهم هما الاثنين يتحد ويعمل لي حاجه اسمها كونجوينت تمبل. تمام؟ طيب يبقى لو حبينا نحط الاشهر كده عند سكين، سبتينيوس تيشو، سوبرفيشال فاشيا، سيرنال اوبليك، ترنال اوبليك، ترانسفيرسس ابدومينس، تحتيها فاشيا ترانسفيرسالس، وبعدين بريتونيال. كويس؟ during development intrauterine سواء ميل او فيميل، في عندنا الاوفرز والتستس اتكونوا فين؟ اتكونوا فوق عند الكدني، عشان كده كلنا عارفين ان they acquire blood supply of venous drainage جاي من فوق معانا. واللور بول بتاعهم ما اتاكش في حاجه بنسميها ايه؟ جوبرناكلم. الجوبرناكلم دي اذا فايبرو ماسكولار تيشو، ايه دورها؟ دورها انها تسحبهم لغايه تحت، تسحب التستس لغايه تحت، وتسحب الاوفرز لغايه مكانها الموجود اناتوميكال، والباقي بنقول عليه الراوند، بيفضل از راوند. طيب ازاي بقى التستس، هناخد التستس از ان اكزامبل، ازاي بتوصل من ريترو بيرتونيال سبيس انفرارينال
لغاية لما تنزل تحت في السطوح بتعدي عبر رحلة طويلة. هذه الرحلة بيحصل فيها some changes هي اللي بتكون لي في الآخر الأناتومي of this area. يعني إيه اللي بيحصل لما تنزل الأوفري أو تنزل من فوق؟ أول حيطة هتقابلها في النزول إيه؟ عشان تطلع بقى بره هنا. أول حاجة هتقابلها هي البريتور. فهتبتدي تاخد جزء منه وينزل معاها. يعمل لي إيه؟ ياخد جزء من البريتور زي ساكر وينزل معاها. احنا بنسميه إيه؟ بروسيسس فاجينالس. بعد كده هذا البروسيسس فاجينالس يحصل له اوبليتريشن، يقفل ويعمل لي تونيكا فاجينالس. ده ليه علاقه بقى بالجزء اللي مفتوح الترم اللي فات. لو فضلت مفتوحه هتعمل لي حسب الحجم الاوبني، يا هيدروسيل يا هتعمل لي انجنتال ارميا، يخلص لك. تمام. بعد كده ايه الحيطه اللي هتقابلها بعد البريتور؟ فاشا ترانسفيرس، ودي مكمله لغايه تحت، يبقى هي غصب عنها لازم تبيرس او بتتريد دي فاشا ترانسفيرس. هتقوم عاملينها بيرسنج وخرماها وطالعه لقدام، وهي بتخرمها او بتعدي من خلالها بتاكواير لاير من الفاشا ترانسفيرس اللي احنا بنسميها ايه من layers of spermatic cord. اول layer اللي هي internal spermatic flesh. يبقى التستس نزلت خدت الاول جزء من البريتور بروسيسس فاجينالس وحصلت البريتريشن. قبل الفشل في الرسالس دخلت جواها زي الشراب خدت منها layer covering اللي هي internal spermatic flesh. بعد كده هتقابل مين؟ وهي على فكره وهي البريتريت الفاشل الثالث عملت ديفكت. هذا الديفكت اسمه ايه؟ اسمه انترنال رينج. وبعد كده هتكمل طريقها هتقابل في وشها الكونجوينت تنتر. فهتاخد منه لير، هتخرج فيه من فوق كده وتاخد لير. اللير دي بنسميها ايه؟ الكورد. بنسميها كري ماستيريك مصر. وبعدين هتفضل ماشيه تستس ومعاها الهيصه بتاعتها لغايه تحت لغايه لما هتقابل في وشها حته ثابته اخيره اللي هي الابونيوروزس بتاع الاكسترنال اوبليك ابونيوروزس. فهتكون برضه عامله فيه بيرسينج وتاخد منه لير. فحصل حدثين اناتوميك، واحد انها عملت لنا الاكسترنال رينج، والحدث الثاني انها اكواير لاير على الكود عملت لنا الاكسترنال سبرماتيك فاشل. يبقى السبرماتيك كورد جوه الانجوينال كانال ليه تو كفرنس اللي هو انترنال سبرماتيك فاشل وكريموسبيريك مصر. انترنال سبرماتيك فاشل جاي منين؟ فاشيا هتبقى جايه من فاشيا، فاشيا ترانسفيرس. واللاير الثانيه كريماستيريك مصر هتبقى جايه منين؟ من مصر اللي هي الكونجوينت. لكن السبرماتيك كورد بره الانجوينت كانال لما طلع من الاكسترنال رينج اكواير اللاير الثالثه اللي هي فاشيا او ابونيوروزس، فعملت لنا اللاير الثالثه اللي هي الاكسترنال سبرماتيك فاشل. وخلص بعد كده بتكمل لغايه لما توصل الى النورمال اناتوميكال سايت. يبقى انا كده بالمنظر ده اتكونت عندي الانجوينال كانال، مش كده؟ هي جواها السبرماتيك كورد. بدايتها ما دام كانال اسطوانيه الشكل ليها بدايه وليها نهايه. البدايه بتاعتها هي السوبرفيشال رينج كاست دي بلين او الانترنال رينج،
اللي هي سيرفر اوبن في الفاشل كونتر سيرفيس اللي هي موجوده فين؟ موجوده ميد بوينت ما بين الانتير سيريال سباين وما بين البيوت وركر هاف ان انش من هذا الميد بوينت. وفتحتها الخارجيه هي سوبرفيشال ريم اللي هي فتحه في الاندر شيء راكبه على البيوت وركر اللي زي ما قلت تريانجولر ان شيب بنسميها الاكسترنال ريك او سوبرفيشال. الانجوانا الكنال زي ما قلت بدايتها الديب ريك والسوبرفيشال ريك طولها تقريبا 1.5 انش اللي هو 3.75 سنتي. الدايركشن بتاعها ازاي؟ داون فورورد الميكاني تبقى نازله من فوق لغايه من تحت. الباوندر ستايل مش مهم قوي انا تبقى بس تبقى عارف ان فوقيها بيقرش الكونجوينت والبيز بتاعها او الايز انجوينال ليجمنت بوستيريور وول بتاعها هو الفاشيا ترانسفيرسيس. في بس حاجة مهمة عايز أقولها هنا إن دي الديب رينج بتاعتنا هنا اللي هي الفاشل ترانسفيرس مين اللي ليها في قسم مهم أوي اللي هو الانفيريور ابيجاستريك فيسل وده هنستخدمه عشان المنطقة دي لما بيجي فيها هرني عندنا نوعين دايركت هرني ودايركت هرني أناتوميكالي هو ده اللي بيفرق بينهم. كلينيكالي طبعا في فروقات كتيرة هنتكلم عليها زي ما قلت الكونتنتس سيرمات الكور اليو انجوينال و جينيتال برانش اوف جينيتال. ايه اللي موجود بقى جوه الكور؟ موجود جوه الكور ملحقات التستس مش كده؟ اللي هي البلاد سبلاي بتاعها والفينس درينج والليمفاتكس مش كده؟ وجواها ستراكشر كمان مهم ريليتد للتستس اللي هو الفاز ديفرنس اللي هو بيجيب السيمن من التستس يوصله الى اليوريثرا. فيبقى عندنا فاز بالبلاد بالارتر بتاعه عندنا التستيكولار ارتري عندنا الفينس درينج اللي هو الكامبينيفورم بلكسس اللي هم بيبتدوا كتير في بداية الكنال وبعدين يبتدوا يقلوا يقلوا لغاية لما يوصلوا إلى فيسل واحد اللي هو بيدرين في الفينس الرايت بيدرين فين والليفت بيدرين فين؟ الرايت تستكلم فين بيروح فين والليفت تستكلم فين بيروح فين؟ فين هيترين في الليمف نود؟ انتهى زمن العلم والعلماء. ازايلوس هيطلع فاكر عبده؟ ده مش انتهى الزمن ده يعني استغفر الله خليني ساكت اكتم في نفسي انا عشان كله على حساب صحتي. نعم الرايت بيدرين فين؟ انفيريور بين كيبر الليفت في الليفت رينال فين مش كده؟ عشان كده لو سمعت عن حاجه اسمها فاريكوسيل اللي هي دايليتد اللي هي فاريكوسيس في الكامبيني فورم بلكسس بتحصل اكتر على الرايت ولا الليفت سايد؟ ليفت سايد. ليه؟ لان الليفت تستكلر بيطلع بيفتح عمودي على مين فين فده بيصعب شويه الدمج زائد نمره اتنين ان الليفت تستس بتبقى الليفل بتاعها الطى شويه من الرايت فالكولون اوف بلاد اطول فالبريشر على فين اعلى. نمره ثلاثه
ان هو بيبقى الستيكر ليفت الستيكر بين معدي ورا السيجمويد كولون اللي هو بيبقى لودد ويز ستول، فبيبقى عبء وراكب على الستيكر فيسلز فبيؤدي الى حدوث يعني اوبستراكشن خفيف على الرئتين. تاني كفرنجز اوف ذا كور، لان هم دول اللي في بالك عشان اوصل للساق في عيان عنده اندايركت انجوينال هيرنيا لازم اعدي بخلال هذه الليرز، بفتح سكين سبكوتينيوس سوفيشال فاشيا اكسترنال اوبليك ابوميروزس عشان افتح كنال، بعد كده اول لير بفتحها هي الكريماستيريك مصل، بعديها الترنال سبرماتيك فاشيا، بعديها بقدر اطلع السيل. ربنا زي ما خلق المنطقه دي ضعيفه خلق فيها برضو بعض الفاكتورز اللي تسقط هذا الويكنس. ايه هي الفاكتورز الاناتوميكال اللي ربنا خلقها فينا عشان تحاول تقلل من الضعف الموجود هذه السيارات؟ نمره واحد شطر ميكانيزم. عارفين ان الكونجوينت تندون ايه الريليشن بتاعته مع الكورد؟ بيجي اللاترال هنا من عند الديب رينج او اللاترال بوت اوف ذا انجوينال ليجامنت ويقرش فوق الكورد وبعد كده ينزل على البوستيريور وول اوف ذا كورد، يعني هاز تريبل ريليشنز مع الكورد، الاول انتيريور وبعدين اباف وبعد كده بوستيريور. الجزء البوستيريور ده بيسبورت شويه الويك بوستيريور وول اوف ذا انجوينال ليجمنت اللي ما فيهوش غير فاشيا ترانسفيرسالس وراء البريتونال. نمرة اتنين فالفولر ميكانيزم في الاكسترنال اوبليك في الاكسترنال رينج، ان انا قلت لك انها مثلثه في الشكل كده، فلما الاكسترنال اوبليك بتكونتراكت مع الاسترينج او الكلام ده تحاول تقفل الفتحه دي شويه بحيث انها تمنع تزود البريشر جوه الانجوينال ليجامنت الانجوينال كمان فتعمل سبورت تو ذيس اناتوميكال ريجن. تالت حاجه مع الاسترينج سواء الكحه او العطس او في الكريماستيريك ميكانيزم الكريماستيريك مصر بتكونتراكت، لما بتكونتراكت بترفع الديستس لفوق شويه بحيث انها توبليتريت السوبرفيشال رينج وبالتالي بتحمي الكمال من انها تبقى ويك. يبقى دول الثلاثه من ميكانيزمز اللي موجودين ربنا خلقهم فيهم. حاجات ثانيه ضعيفه ما هياش دي طبعا اللي ليها الابر هاند، يعني الاوبليكويتي اوف ذا كمال انها تبقى ماشيه اوبليك ما هياش اثنين انتيريور قدام بعض فالمنطقه ضعيفه خالص. عايز بس افكركم بحاجه كده ان نهايه خفيفه في النص ان الانجوينال كانال في الاطفال مختلفه مش كده؟ سمعت الكلام ده المره اللي فاتت ولا لا؟ احنا عندنا هنا الانجوينال كانال في الادلتس از اوبليك انترنال رينج اكسترنال رينج اوبليك 3.75 سم. في الاطفال مش كده، في الاطفال بيبقوا opposite each other لان الطفل لسه ملموم على بعضه كده، لما يبتدي يكبر الاثنين يبتدوا يبعدوا عن بعض، ففي الاطفال الصغيرين الاثنين opposite each other. عشان كده لما نيجي نعمل ريبير في هرنيا في طفل صغير مش محتاجين نفتح الكنال لان الانترنال رينج فوقيها الاكسترنال رينج، يا دوبك بنطلع الساج ونعمل لها اكسجن وخلصت القصه، يعني عمليه بسيطه ما بتاخدش 10 دقائق الاطفال. اخر حاجه اقول الفاشل ترانسفيرسالس بس دي طبعا ليا ضعيفه.
الجوينة الهرنة. الجوينة الهرنة في منها نوعين، في دايركت الجوينة الهرنة وفي إن دايركت الجوينة الهرنة. زي ما قلت لكم في الأول خالص لو أنتم فاكرين إن أكتر حاجة تهمني في الهرنة إن أنا بعرف طالعة من أنهي ديفكت. طيب ال ان دايركت الجوينال هيرنيا ديفكت فين؟ طالعه من الانترنال رينج، ساكت بتطلع من جوه الرينج ويبقى ساكلر ان شيب او شبه الكومبتريات. امال الدايركت هيرنيا بتطلع منين؟ بتطلع من البوستيريور وول اوف ذا الوايت ويس الوايت تطلع من البوستيريور وول اوف ذا الوايت ويس. يبقى الانترنال تطلع من الديب رينج، الدايركت هيرنيا بتطلع من البوستيريور وول اوف ذا كانيلا. وبالتالي في بينهم هنا ايه؟ فيسل اللي بيفصل اناتوميكالي ان انا بعرف ان دي دايركت ولا اندايركت. يعني لما افتح العيان ساعات بنفتح العيان مش عارفين دي حاجه دايركت ولا اندايركت، لما الاقي السد بتاعتي ميديال تو ذا انفيريور جاستريك يبقى ذيس از دايركت، لما هي لاترال تو ذا انفيريور بجسمك يبقى ذيس از ان دايركت. طيب امال الدايركت هيرنيا بتطلع منين؟ انا قلت من البوستيريور وول، من مثلث معروف اناتوميكالي اسمه هاسل باخ تريانجل. الهاسل باخ تريانجل ده مثلث، ايه الباوندرز بتاعته؟ ما دام مثلث يبقى ليه ثلاث اضلاع. لاترالي انفيريور بجاستريك فيسلز، ميديالي لاترال بوردر اوف ريكتال شيز، البيز بتاعه از ذا انجوينال ليجمنت. برضه عايز اقول نقطه كده بس خليها اتباك في يور مايند. في ناس بتعتبر او كتير مش ناس يعني بتعتبر ان الدايركت هيرنيا از نوت ا ترو هيرنيا. ليه؟ لانها بيبقى اكشولي اللي موجود از بلج ما هوش ساك، نتيجه ويكنس في البوستيريور وول اللي هو مش سبورتد غير بالفاشيا ترانسفيرس. ففي ناس بتعتبرها نوع من انواع الويكنس راذر ذان. دي بس يعني بعض الفروقات واحنا بنتكلم كده عشان نتكلم على كل واحده سبيسيفيكلي. الجوينت زي ما انتم خدتوها برضه في الاطفال ممكن تبقى كونجنتال نتيجه ان كومبليتريتد بروسيسز جينالس، او ممكن تيجي في الادلتس والاولد ايج. الديفكت بتاعي ديب رينج، الساك بتاعتي لاترال تو ذا انفيريور ابيجاستريك فيسلز، الكفرنج عشان الموصفه الثالثه زي ما اتفقنا اكسترنال ابيجاستريك، اكسترنال ابيجاستريك كريم استريك ماسل و انترنال سبرماتيك فاشن. الجوينال هيرنيا او الان دايركت الجوينال هيرنيا حسب حجم الهيرنيا بيتقسموا الى ثلاثه تايبس او الجوينال هيرنيا. اول واحده فيها اللي هي بيبولو سيل، اللي هي عباره عن سمول بانش بيطلع هذا الجوينال هيرنيا. تتطور الموضوع لان الهيرنيا طبعا زي ما انتم عارفين
كل ما تبقى العيان نجلكتد كل ما البريشر بيزيد السج بتطول فبتكبر تعملي بعد كده في الريكتراكاي اللي هي السج ابتدت تطلع بس واقفه عند النك اوف سكول. النوع الثالث اللي هو الكومبليت او اللي احنا بنقول عليه انجوينو سكروتال الكلينيكال فيتشرز بتاعتها احنا عايزين اولا نعرف إذا هيرنيا ولا لا وعايزين نعرف إذا دايركت ولا ان دايركت هيرنيا. طيب نعرف انها هيرنيا ازاي اكسبانسال انكس الكف و ريفيزوليت ات اناتوميكال سايت الوايلد يبقى هنقول عليها ان وايلد. ايه المواصفات اللي فيها اللي بتفرقها عن دايركت هيرنيا؟ اولا شكلها بتبقى عباره عن سيكولر سويلنج بيبقى زي الكونتريه نمره اثنين ان ليها دايركشن اوف ديسنت ودايركشن اوف ريدكشن اللي هي في جوه الكلام دايركشن اوف ديسنت بتاعتها داونورد فورورد اند ميديال والريدكشن بتاعها العكس باكورد اند ابورد. لما لازم تتحرك معايا الحركه دي ومعناها انها ماشيه ثرو ذا كمان وبترجع في الكمال. طيب الكلام ده لطيف لازم ابروف ببعض التست الكلينيكال اللي احنا بنسميهم انترنال رينج تيست او الاكسترنال رينج تيست. انت شفت حالات هيرنيا في الكلينيكال ولا بس؟ لا انا عشان مش هقعد اشرح انترنال رينج تيست زي ما اتفقنا ان احنا بنجزم العين كويس بناخد منه هيستوري عشان نعرف نأسس العين جنرال فيتنس والسيرجي ونعرف البري ديسبوزنج فاكتور اوف ذيس كونديشن. التريتمنت بتاعها از سيرجيكال وزي ما اتفقنا ان الايم بتاعي از ريدكشن اوف كونتنتس اكسجن اوف ذا ساك كلوزر اوف ذا ديفكتس و سترينثنينج اوف ذا ستيريو وول اوف ذا انفايرمنت. زي ما اتفقنا السترينثنينج اوف ذا ستيريو وول معظم الجراحين بيعملوه هو المستخدم البروتين مش وده اللي بير بيستخدمه اول مثلا استخدموه كانوا في معرفش يسموها ايه مملكه ولا ايه ليختنشتاين هي مملكه صغيره كده ما بين سويسرا والمانيا فبيسموه ليختنشتاين بير. طيب امال ايه الدايركت هيرنيا؟ الاختلافات اللي بينهم الاختلافات اولا مكان مختلف زي ما اتفقنا. نمره اثنين ان عاده 99% بيجي في اولد ايج نتيجه سبب عنده سبب انكريز انتر ابدومينال بريشر زي البروستد زي الكرونيك كاف زي الكونستيبيشن فعنده سبب موجود زائد الديسابيلتي في الحركه ما بيتحركش كتير المصر بتاعته از ويك. نمره اثنين الانسيدنس اوف باي لاتراليتي فيها عالي لان السبب موجود وزي ما في ويكنس الناحيه دي في ويكنس الناحيه دي فتقريبا بتوصل الى اباف كمان الرقم ده اباف 40% من الحالات بيبرزنت ويك باي لاتراليتي. في حالة واحدة بس ممكن يجي فيها دايركت انجوينال هيرنيا في يانج ايج جروب اللي هم العيانين اللي عاملين زي ده. ليه بقى؟ تعرفين الكونجوينت سبلاي باي ايه؟
الهيليوم بايدن نيرف. فساعات مع المكبرني انسجن اللي راح وهو بيفتح عشان يوصل للبيتون مقص منه بيطول شويه بيعور الهيليوم بايدن نيرف. فلو عور الهيليوم بايدن نيرف الشطر ميكانيزم اللي هو تقريبا 70% من الاسترينسنج اوف الستيريو وول اوف ذا بايدن نيرف كانال اختفى، فابتدى يحصل ويكنس فيها في المنطقه دي، فممكن يحصل فيها دايركت بايدن نيرف. دي الفروقات اللي بينهم. انا عايز بس اقول الاول ان الدايركت هيرنيا كلينيكال بيبريزنت ازاي؟ يوجوالي بيبقى فيه بلش في الوينر ريجن، هذا البلش بيبقى سيمي سفيريكال يعني دايره او نص دايره، الدايركشن اوف برودكشن بتاعه باكورد على طول، لان ده طالع من البوستيريور هو مش ماشي في الاوبليكويتي اوف ذا كانال. فيبقى الريدكشن هنا مختلف، لما نيجي نعمل الانترنال والاكسترنال ريج ونقدر نحدد الفروقات ما بين الاثنين. التريتمنت بتاعه نفس القصه. ان انا بس هنا ممكن ما اعملش اكسجن اوف ذا ساك، انا ما عنديش ساك. انا عندي ويكنس بس. يبقى انا بعمل افتح الاكسترنال ابوديروزس بايدنتيفاي الكورد، بجيب الكورد على جنب من فوق كده اكسبوز البوستيريور وول، الاقي البلش اخد بسميها ماتريكس سولوشنز او في البوستيريور وول، ان انا اقرب الفشل ترانسفيرسالس او اعمل لها ستريتنينج بحيث ان انا ازق الدايركت هيرنيا باكورد، وبعد كده احط المش بتاعتي. طبعا الدايركت هيرنيا ما هياش لايبر كومبليكيشن زي الانجوينمنت. الفيمورال هيرنيا، الفيمورال هيرنيا دي ازاي بقى؟ عارفين برضه جزء اناتوميكال كده، عارفين في عندنا حاجه اسمها فيمورال شيس، في حاجه اسمها فيمورال تريانجل، وفي حاجه اسمها فيمورال كانال، مش كده؟ ايه الفيمورال شيز ده؟ ايه مكوناته؟ ده هو مثلث مش كده؟ بقول الكفر متكون من ايه؟ مش جواه ايه؟ انت هتيرني لان الفيسلز وهي نازله من ورا الليتروبريتونيال سبيس عشان تنزل في الرجل قدامها حيطه سد اللي هي الفاشيه اللي هي من قدام فاشيه ترانسفيرسالس ومن ورا ايز فاشيه الياكا، فهي نازله ومسحبه جزء من دي وجزء من دي، فبيعمل تريانجل في المنطقه دي. هذا التريانجل بيس بتاعه طبعا جواي ليجمنت انتيريور سيرفس بتاعه ايز فاشيه ترانسفيرسالس، بوستيريور هي بتاعته هي الفاشيه. البيز عندي فوق اللي هي الانجوينال ليجمنت، عندي دي الانجوينال ليجمنت، وبعدين بتريفلكت لورا تعمل لي ليجمنت تاني بنسميه لاجنر ليجمنت. يعني هذه الانجوينال ليجمنت بتاعي اهو، بيلف ويعمل لي ورا البكتينيال لاكنر اسف اللاكنر ليجمنت. بعد كده في عندي الفيمورال ترانجل مش كده؟ اللي هو بيتكون من ايه؟ من ثلاث فتحات لما نبص عليهم من فوق. الموست ميديا الفتحه فيهم هي الفيمورال كانال، هي مقفوله بشويه كونكتيف تيشو على ليف نود كلوكي موجوده في المنطقه دي، في النص هنا الفيمورال فين، ولاترالي
is the femoral pulse. يبقى الفتحه اللي فوق اللي هنا دي اللي بتنزل لي على الفيمورال كمان بنسميها فيمورال رينج. والفيمورال رينج دي هي السايت اوف ذا ديفكت اللي بتتكون او بيطلع من الساك اللي تعمل لي الفيمورال ايرور. الفيمورال كانال بتبتدي من الفيمورال رينج وتمشي حوالي سنتي وربع ده طولها، وبعدين الفتحه بتاعتها الخارجيه هي فتحه في الديب فاشيا اللي هي الكريبري فورم ديفكت اللي بيخش في الفين بتاع الليمب اللي هو السفر الفين عشان يدرين في الفيمورال. يبقى هي الكنال طولها 1.25 سم، بدايتها is the femoral ring ونهايتها الفتحه اللي في الديب فاشيا اللي هي الديفكت اللي بيعدي فيه السفنس فين عشان يخش في الفيمورال رينج. الباوندرز بتاعتها ايه؟ زي ما احنا قلنا لكن الرجل الكتينيه الرجل ولازم ليه عندنا الفيمورال فين. عشان كده شوف المنتدى لو انت يعني مصحصح معايا كده وفاكر انا قلت ان اكثر هرم يعني لايبل فور كومبليكيشنز هي الفيمورال هرم. ليه؟ لان بص الديفكت هنا الحقيقه محوط بفيري تاف تيشو لكن انا الكتينيه الرجل فيري شارب عباره عن منظر كده. يعني لو تخيلنا ان ده اللي موجود الانجواينال والبكتينيال واللاكنر هو موجوده هنا فمزنوقه بين فيري شارب ستراكشرز عشان كده الانسيدنس اوف كومبليكيشنز از هاير في هذا النوع من الهرم. ادي المنظر الثاني الكنال ادي الديفكت اللي هو الفيمورال رينج وادي الاوتر اوبننج بتاعتها. عايز بس يعني انا مش عايز الخبطكم بس الهرنيا لما بتطلع من ديفكت مش معناها ان هو ده اساس المشكله. يعني انا عندي الانجوينال هرنيا بشوفها عند الاكسترنال رينج تقريبا فمش معناها ان الاكسترنال رينج هو اللي فيه مشكله. نفس الكلام ده في الفيمورال هرنيا. الفيمورال هرنيا بشوفها يوجوالي بلو اند لاترال تو ذا بيوبيك تبركل عند المخرج بتاع الكلام. فمش معنى ان ده المخرج يبقى معناها ان ده الديفكت اساس المشكله اللي انا هعمل له ليتر اون ريبير. الديفكت بتاعي بكرر تاني هو عند الفيمورال رينج. طبعا الفيمورال رينج الفيمورال هرنيا خلاص انا ولا بصحي كده نمت كان كل ده نمت بساعة اهو معلش صحيح. النوع الهرم ده is more common في الفيميلز. ليه؟ لان نتيجة repeated pregnancies والبلفز بيقعد مع الهرمونز يريلاكس ويتمط ويظهر ومعاه الليجامنت ده قلت عليه الواجب ولكن على البكتيريال يبتدي يوسع هذا الديفكت فتبتدي الفيمورال كانال توسع مع زياده البريشر اللي بيحصل مع البريجنسي مع طبعا الديفكت اللي موجود في الفيميلز معظمهم يعني الاوبيستي زائد السيدنتري لايف اللي هم عايشينها بيساعد على حدوث الانسيدنس يبقى فيهم اكثر من الرجال. ساعات بيجي سؤال كده معلش في النص What is the most common hernia في الفيميلز؟ بحط لك الباين هرنيا بحط لك فيمورال بحط
حط لك بره بيكر، حط لك نمبر، ممكن حط لك عدد خمسه. لو انت فكرت كده وات از ذا موست كومن ايرور في الفيديو، انا قلت الهرنيا دي مور كومن في الفيميلز، ما قلتش انها الموست كومن هرنيا اللي بتيجي للفيميلز، مش كده؟ انا عايز بس اوصل لك المسج. اكتر هرنيا كومن في الفيميلز هي البيري بارا امريكان، وهكذا تجسد الهرنيا وراها يجي بعدين في مرة. زي ما قلت لك واحدة من مشاكلها العظمى لما تيجي وضعها اناتوميكال هي انها غير في اكثر فور كومبليكيشنز. بتطلع فين؟ زي ما انا قلت مكانها بيلوم تقريبا حوالي 2 سم بيلوم اللاترال تو يوتيوبيركل، بمعنى انها تحت الانجوينال ليجامنت، وده اللي بيفرقها لما نيجي نفحص عيان بنتاكد من السويلنج اللي موجود عنده ده، هل هو فوق الانجوينال ليجامنت ولا تحت الانجوينال ليجامنت. الانسو بتاعها برضه زي الدايركت هرنيا في الكبار، لان البيس سوزن فاكتور موجود. وهنا نفس القصه، الانسنس اوف بايلاتراليتي فيها از يعني بيوصل اب تو 20%. يعني يجب علينا ان وصولنا للمنطقه دي كوايت فيجن نعرف ايه الديفرنشال دايجنوزيس والسويلنج ممكن يطلع ات ذيس ايريا. او انت لما بتفحص عيان او بتتزامن عيان بتفكر فاكر في ايه؟ نمره واحد طبعا غير انها انجوينا وفيرم، ده الاساس. ممكن عندي سفر مافيروس. ايه هي سفر مافيروس؟ ده عباره عن سكيولر دايليتيشن موجود عند نهايه السفر فين، وهو بيفتح في الفيرم فين، لان فتح المنطقه دي الجنكشن دي بيبقى فيها فالف او فيها فالفز، الفالفز دي تسمح بمرور الدم من والى الفيمورال فين، لا تسمح بمروره بالعكس. ساعات عايزين يبقى عندهم حاجه اسمها باريكوز فيز، الفالفز دي توسع عن بعض فيبتدي يحصل ريفلكس في البلد، تبتدي هذه الجنكشن يحصل لها دايليتيشن تعمل لي حاجه بنسميها سفرنا فيز. نمرة اتنين طبعا الكومن سويلنج بيجي في المنطقة دي، وفي أي منطقة في النك في الأكسلة في الانجوينال ريجن تفكر في الانجوينال ليمف نود. طبعا الكونسيستنسي بتفرق، الليمف نودز في عندنا في الانجوينال ليمف نودز في ترانسفيرس جروب في لونجينال جروب، تمام؟ فالاناتوميكال سايد بيساعد، والمالتيبلسيتي لما تبقى مالتيبل ممكن بتشخص العيان بسرعه، لايكوما فيبرال انوريزما سلوس ابسس، ده بيبقى عباره عن تي بي في السباين بيتركن تحت الفشل بتاعت السلوس، يجمع عند الفيبرال نيك او ذا فيمر. بس عاده ده بيبقى ليه مواصفات، بيبقى سوفت وسيستم، بيبقى عاده لما العيان بيلين باكورد يبتدي الحجم بتاعه يبتدي يقل، يعني بيترك الفلويد ده. التريتمنت بتاعها برضه ستيل از سيرجيكال. بنعمل فيها في كذا ابروش يعني، بس انا اللي عرفته اللي عارفينه مينلي هو الانفايرمنت ابروش. انا بفتح من الانفايرمنت ريجن وافتح الانجوينال كمان وابوش الانجوينال السيرماتيك كورد على جنب، لما ابوش على جنب او لفوق ابص من فوق الاقي الفيمورال فين والاقي الارتري والاقي السنك بتاعتي نازله جوه الفيمورال كمان. سيمبلي اطلع
السنك بتاعتي واعمل كلوزر اوف ذا ديفكت. اعمل ازاي الكلوزر ده؟ يوزولي اوبريت الكنال خالص. ناخد الانوينر ليجمنت في البكتينيه ليجمنت عشان يحصل اوبريتريشن اوف ذا كنال. طيب لو العيان جالي باكسترانجليتد هيرنيا استرانجليتد فيمورال الوضع بيبقى مختلف شويه. انا لازم زي ما اتفقنا انها استرانجليتد يبقى افتح الفندس الاول مش كده؟ وبعد كده اقص الايه؟ اشوف التوتنس اخبارها ايه؟ وبعد كده لو هي فايبل ابتدي اقص الكونستريكتنج ريت. فعادة ليها تو ابروتشز، يا اما لونجيتيودنال اكسجن هنا يا اما بنفتح ترانس ابدومينال بحيث ان انا افتح بطن العيال اطلع الانتستين اشوف اخبارها ايه. لو لقيتها النون فايبل بعمل ريسكشن، فايبل بقول الحمد لله واقدر من جوه اقفل الديفكت بتاعي. طيب هو كده عندي الامريكا هيرنيا بس كفايه عليك كده ان هو ابتديت الزنقه. المفروض ان شاء الله المره اللي جايه اكمل الهرنيا وابتدي البريست واحاول اخلص لكم المحاضره الاخرانيه بتاع البريست برضه يعني اون سايت كده بدل الاونلاين. بس لو اتفقنا طبعا شكرا لكم.